السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. في آخر مستجدات الأخبار الطفل حسين، والتي تأكد مصادر موثوقة أن هناك شبهة تحوم على أخ مول الحانوت اللي كان صرح مؤخرا على أنه شاهد عيان مول الموتور اللي كان هاز واحد الكوربة. بهذا التصريح أخوتي، وبعد ما طلب من الصحافة أنهم يدرقوا لي وجهه، وحتى طريقة الكلام أخوتي الفم دياله كان شاحف وكان كيتكلم وكيدخل ويخرج في الهضرة، وهذا دليل على أن هناك شبهة فيما يخص هاد القضية ديال الحسين. كما أن الأم ديال هاد الطفل اللي كانت وصرحات على أساس أنها ملي كانت في السطح كتصبن وسمعات صوت الموتور وخرجت وما لقات حتى شي حاجة. فالأكيد والمؤكد أخوتي أن هاد الموتور فهو إلا إشاعة كانت خلقاتها هاد يعني في هاد الدوار باش يدرقوا على هاد الجريمة. ولكن أنا أستبعد كل شيء من هاد الشيء كامل، أستبعد، لأن الناس قالوا أن هاد الشيء كامل فربما تكون إشاعة، ربما هاد ديال الموتور حتى أنه يبعدوا هاد التهمة على العائلة، لكون أنهم هاد الناس يعني كيشكلوا هاد العائلة كبيرة في ديك الدوار، حتى أن هذاك اللي دخل هاد مول فعلة المختفي اللي مازال ما عرفناش الوجه ديالو الحقيقي، وحتى ان هاد العم ديال الحسين اللي كان يعني مؤخرا حضر لدى يعني الدرك الملكي، وحتى ان ضباط ساميين من الرباط اللي قاموا بالتحقيق في هاد النازلة. ولكن المفاجأة اخوتي يعني تفاجئنا ان العم ديال هاد الحسين تم على اثرها النقل ديالو الى اقرب مستشفى بالشوكة ايت باها قصد التلقي العلاج، نظرا لكون الابحاث اللي كانوا التحقيقات اللي كانوا قاموا بها مع هاد العم، كون ان يعني واحد شبهات كانت تحوم ضده هي اللي اطرت فيه وهي اللي خلاته انه يعني يحصل في واحد أزمة نفسية حادة، تم على إثرها بالفعل النقل إلى أقرب مستشفى بحضور واحد يعني سيارة إسعاف وقوات المساعدة كما شنا في الفيديوهات السابقة. على أين فمول الحانوت أخوتي، الأخ مول الحانوت بالضبط، هاد الوليد اللي قال بأنه شاف هاد الموتور وأنه قام بالتصريح دياله لدى الدرك الملكي، فهم عاودوا يعني تحقيق معاه، وهنا نقدروا نقولوا أن هاد التحقيقات اللي قامت بها هاد الضباط السامين من اللي جاوا خصيصا من مدينة الرباط فهي إلا نتيجة على أي أخوتي، وحتى أنه يحاول يفك اللغز غير بشوية هاد الفتفاء ديال هاد الطفل. غنسجوا يعني بالرغم من الأبحاث يعني المكثفة اللي قامت بها الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الشرطة العلمية، كلاب يعني المدربة، هادشي كامل أخوتي، كيف يعقل أنه ما يمكنش أنه يوصلوا للمول فعلا، رغم أنهم مشاو حتى الحدود ما بين الدواوير، وحتى أنهم جابوا حتى جميع الفقهاء اللي كيعملوا الشعوذة واللي معروفين بالبحث على الكنوز، وحتى انه ما خلاو حتى واحد يشكوا فيه سواء من العائله او من يعني بعيد العائله. فرغم كل ذلك اخوتي فلم ياتوا بجديد. فإلى تمعنا اخوتي واستنتجنا غنلقاو بان الدليل او الواقع اللي غنعيشوه هو ان هذا الطفل هو داخل هاد الدوار، داخل الدوار يعني 100% ان هاد الوليد راه مازال في الدوار. ما نبقاش يعني نثقوا في شي اخبار زائفه اللي كينشروها بعد القنوات في اليوتيوب اللي كيقولوا ان الحسين راه خارج الدوار، وانه راه يعني حتى ان بعض الناس قالوا بان الشوافه قالت لهم راه هو باقي حي وراه انه خارج الدوار. هادشي كامل اخوتي خزعبلات، هاد الناس اللي كيتكلموا بهذه الطريقه اخوتي راه اش غنقول لكم، يعني الا كانوا كيامنوا بالشوافات
كيف يعقل اخوتي غنتيق بهذا الكلام ديالهم؟ كيف يعقل ان نتيق بالكلام ديالهم الفارغ؟ لانه ما كيجيش من مصادر موثوقه، غير نتكلموا على الشوافات، نتكلموا على بزاف المسائل لا علاقه لها بهذه القضيه. فاحنا بغينا نبقاو مركزين على الطفل حسين. الطفل حسين اخوتي راه مازال في الدوار، مازال في الدوار، داخل الدوار. لان علاش؟ لان هذه الابحاث اللي قاموا بها الدرك الملكي، استعلامات يعني، وبزاف بزاف مسائل المخابرات، يعني عملوا جميع يعني وفروا يعني جميع التكنولوجيا والتقنيات المتطوره بخصوص هذه القضيه الطفل الحسين المختفي. حتى ان الكاميرات اخوتي الى تمعنا غير شويه غنلقاو بان الكاميرات راه كاين يعني على الطريق، على الطريق الرئيسيه في الخرجه ديال الدوار ايتحموا، يعني ديك الطريق راه كاين الكاميرات. فلا يعني ما لقاو حتى شي دليل، ما لقاو حتى شي حجه ان الطفل داز من ديك البلاصه، او ديك الموتور كما قالوا انه راه داز من ديك البلاصه. فلا يعقل اخوتي، فلا يعقل ان هذا الطفل يكون خارج منطقه ايتحموا وما يتلقاش. حتى انه الى الله يحفظ، حنا بغينا يكون باقي حي، الى مات فالروح عند الله عزيزه، فالاكيد انه غيصيبوه وغيلقاوه. يعني ما يمكنش انه ما يلقاوش، على غرار يعني هذيك البنت زاكورة، نعيمة زاكورة اللي لقاوها يعني تصوروا اخوتي 12 يوم لقاوها، يعني لقاوها يعني هيكل عظمي، يعني هذا دليل على ان الروح عند الله عزيزه. راه ما يمكنش ان هذا الطفل يكون مختفي وما يتلقاش. فهناك ادله دامغه اخوتي، راه الى تمعنا غير شويه فهو من داخل الدوار، وحتى مول الحانوت اللي قاموا معاه بالتحقيقات فهناك مجموعه من المعلومات سوف يوفرها لهاد الناس الدرك الملكي، وحتى المحققين الساميين اللي جاوا من مدينه الرباط اللي غتفك لغز هذا الاختفاء. وانا على يقين ان هذا الطفل موجود، وان شاء الله غيرجع لعائلته لوالديه يعني سالما غانما، او على الاقل غيشوفوه سواء حي او ميت. يعني احنا بغينا غير نعرفوا الحقيقه، باش هادشي اخوتي راه ولا كيخلع في المغرب كامل، هادشي راه ولا كيخلع اخوتي، راه كلشي ولا خايف على وليداته، كلشي ولا خايف على وليداته. حنا كنتمنوا من الله عز وجل ان هاد التحقيقات اللي قاموا بها هاد الناس هاد المسؤولين ما تمشيش غير هكاك ويقطعوا الملف، فحنا بغينا نعرفوا الحقيقه. خوتي خواتاتي، ففي انتظار التوصل بالجديد حاولوا تبارطاجيو وتعملوا لايك للفيديو باش دائما يجيكم الجديد. ان شاء الله نلقاكم في تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.